لكم لا ليست دي جوور ان شاء الله اللي غي يمشيو ديفينيتيفمون في لا ليست باش يمشيو يديفونديو لي كولور ديالنا في قطر 2022. دونك بور انفورماسيون بلال القنوس جنك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنتكلموا على قصة لاعب اللي خدا ثقة وليد الركراكي وخلا ياخذوا معاه مع تشكيلات اللاعبين اللي مشاو لكأس العالم. الحديث هنا عن الجوهرة والموهبة الذهبية بلال خنوس. بلال خنوس كيتعتبر من المواهب الكبيرة اللي كاينة دابا في عالم كرة القدم واللي كيتنبه ليه الجميع بمسيرة كروية كبيرة، خصوصا انه كيتوفر على جميع الصفات اللي كتخول ليه ذلك من الاخلاق والمطابرة والانضباط في العمل. بلال مثال للشاب المغربي طموح متشبث بتعاليم الدين الاسلامي. هادشي كله كيساهم في مواصلة تألق بلال ولما لا نشوفه في يوم من الايام فاكبر واعتد الفرق العالمية. لكن قبل ما نبداو نتعرفوا على المسيرة الكروية ديال بلال، فضلا وليس امرا نتمنى تدعموني بالاشتراك في القناة ووضع زر الاعجاب للفيديو. الخنوس تولد في بلجيكا سنة 2004. الطفولة ديالو ما كانت صعيبة بسبب ان الوالدين ديالو كانوا ميسورين الحال. بلال في المراحل الصغرى ديالو كان كيموت على الكرة واغلب الاوقات ديالو كان كيلعب الكرة، ما جعل الاب ديالو يتخذ القرار بتسجيل بلال في احد الفرق المدينة. الموهبة ديال بلال بانت كظهر المؤطرين ديال ديك الفرقة وجلب اعين الفرق الكبيرة في بلجيكا، منهم اندرليخت اللي انتقل لها وتكون فيها واستفد منها بزاف حيث أبان على مستوى كبير في جميع الفئات السنية. وكانت القدوة ديالو آنذاك مبارك بوصفة اللي كان في الفريق الأول ديال أندرليخت وكان تيعجبو بزاف. تألق بلال في أكاديمية أندرليخت جلب ليه أعين الفرق وانضم لفريق جينيك سنة 2019. بلال كمل على التألق ديالو حتى طلع الفريق الأول ديال جينيك وبدأ كيقدم مستويات كبيرة أبهر جميع متتبعي الكرة البلجيكية في ديك الفترة، ما جعل الاتحاد البلجيكي يضغط عليه من أجل تمثيل المنتخب البلجيكي للصغار وانضم ليهم الخنوس ولعب معهم مدة. لكن تشبث ديالو بالمغرب ما خلاش يستمر مع الشياطين الحم، وكان تأثير ديال الوالدين ديالو واضح في اختيار المغرب، خصوصا الجد ديالو اللي كان وعدو بلال أنه غيمثل المغرب. بعد اختيار بلال المغرب تعرض لضغوطات رهيبة من الاتحاد البلجيكي باش يتراجع عن القرار ديالو، لكن دون فائدة، خصوصا أن المدرب المنتخب البلجيكي مارتينيز كان معجب بزاف بلال. بلال اتخذ القرار أنه غيمثل المغرب، القرار لا رجعة فيه. هاد الشجاعة ديالو زايد الإمكانيات ديالو خلاو والد الركراكي يديه معاه في التشكيلة اللي مشات لقطر 2022 كأصغر لاعب مغربي في الطريق كيلعب المونديال ب 18 سنة. بلال لقى المساندة من أغلب اللاعبين المنتخب المغربي، خصوصا زياش اللي كان قريب ليه بزاف وكيعتبروا القدوة ديالو. جات المباراة ديال كرواتيا في تحديد المركز الثالث في كأس العالم، المباراة اللي دخل فيها بلال رسمي وقدم مباراة كبيرة رغم أنها أول مباراة رسمية ليه مع المنتخب المغربي. بلال فاز المباراة عطى انطباع بميلاد موهبة قادمة بقوة في عالم المستديرة. بلال خنوس من المواهب اللي عندها إمكانيات كبيرة، لكن كذلك يتوفر على خصال حميدة بالتمسك ديالو بالدين الإسلامي وكيقدم أعمال إنسانية ودري منضبط بزاف. خلاصة القول، بلال مثال على شاب مغربي متابر وكيدير المستحيل باش يساعد راسو وينفع بلادو. وهكذا غنكونوا سالينا قصة بلال خنوس. نتمنى تدعموني بالاشتراك في القناة وغنكون سعيد بآراء ديالكم بتعاليق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.